طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد هذا الفاصل. خلينا بقى ننتقل إلى الأهلي والدوري العام المصري. هبدأ أول سؤال في الدوري العام المصري. أنت شايف تصدر النادي الأهلي للدوري العام المصري قبل إيقافه طبعا بسبب فيروس كورونا إزاي من وجهة نظرك؟ أعتقد إحنا بتهيألي لغاية دلوقتي مأدين دوري كبير وعملنا ماتشات كبيرة. اتعادلنا ماتش واحد بس وبظروف خاصة. كنا راجعين من ماتش سان داونز ماميلودي اللي كان ماتش صعب وبذلنا فيه مجهود كبير واللعيبه تعبانه طبعا، وعشان كده كان صعب علينا الظروف ماتش سموحه فتعادلنا. بخلاف كده اعتقد ان احنا ماتشات الدوري عملنا ماتشات كويسه جدا، عملنا تبديل لاعبين، مش كل اللاعبين كانوا ثابتين في كل الماتشات، كنا بنغير عشان يتاقلموا ويتعودوا اكتر على جو اجواء الفريق. واعتقد دلوقتي انتوا شايفين الدوري شكله ايه، ان احنا متصدرين ومع لعيبه مختلفه. هل توقعتوا بالمسيرة دي؟ يعني المسيرة دي مسيرة قوية جدا وتكاد تقترب من مسيرة مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي في 2006 أعتقد أو كده. كنا عارفين إن احنا معانا لعيبة كويسة من بداية الموسم وإن احنا هيبقى لينا أفضلية وممكن نحقق اللقب السنة دي، لقب الدوري المحلي. وعارفين في 3 4 فرق تانيين كويسين ممكن ينافسونا. وبس اعتقد مع الفوز في الماتشات اللعيبه اكتسبت خبرات وفي نفس الوقت اكتسبت ثقه كبيره. بعد كده الموضوع بقى يمشي بشكل تلقائي، الفوز بيجي فوز. بس اهم حاجه ان كل اللاعبين يمشوا في نفس الاتجاه، واعتقد ده كان بيحصل الفتره الاخيره وعملوا ماتشات كبيره. وفي النهايه طبعا كان حاجه زي كده تساعدنا كجهاز الفني ان احنا نحقق نتائج كويسه. طيب هل ده لقوه النادي الاهلي؟ لانه لان الدوري المصري ضعيف كما يقال او كما يريد ان يصف البعض الدوري العام المصري، لان الاهلي متصدر بفارق كبير. طبعا واضح جدا ان الاهلي نادي قوي وليه تاريخ كبير، تاريخه في الرياضه المصريه، علامة في الرياضة المصرية. بس برضه مش بس عشان الدوري، ما نقدرش نقول الدوري ضعيف فالاهلي عمل نتائج كويسة، ما في بطولة افريقيا برضه وصلت الدور قبل النهائي. ده بترجع لشخصية النادي الاهلي وشخصية لاعبين النادي الاهلي كمان. انك توصل دور قبل النهائي لرابطة الابطال الافريقية ده معناه ان انت اصلا فرقة مسيطرة وممكن تحقق القاب وممكن تحقق حاجات كتيرة في تاريخ النادي. لو اخترنا 5 فرق حضرتك شايفهم من الفرق الجيدة في الدوري العام المصري. بيراميدز فريق كويس، زمالك طبعا فريق كويس، طبعا كان في صعوبة برضه احنا نكسب الاتحاد السكندري. الاسماعيلي الماتش الاسماعيلي كان بالنسبة لنا مباراة صعبة، كانت ماتش صعب وكان في صعوبة ان انت تكسبهم، فقدوا علينا صعوبة فنية قولين بس كسبناهم. والمقاولين برضو مقاولين العرب، المقاولين العرب عملوا موسم كويس السنة دي، والدوري بالنسبة كويس قوي السنة دي، وكان صعب نلعب قدام مقاولين ونكسبهم لأن بيلعبوا دايما بيستغلوا أخطاء الخصم. لما بتلعب مع فرقة زي دي تحاول قدر الإمكان تاخد بالك إن ما يطلعش منك أخطاء فنية يستغلها. هم 4 5 فرق أعتقد دول أقوياء ودول في خطورة فنية منهم بتيجي. بالمناسبة المدير الفني لنادي المقاولين العرب عماد النحاس أحد النجوم الكبيرة جدا للنادي الأهلي ومن قبلها طبعا النادي الإسماعيلي. طيب